حقيقة النهاردة عايز أبدأ مع حضراتكم بملف نحطه بين قوسين. خلال الأسبوع اللي فات، يمكن إحنا في الخمس أيام بتوعنا هنا في 90 دقيقة، البرامج الأخرى، الجرايد، المواقع، الصحف، كانت بتتناول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة لحضور الدورة 73 للجمعية العامة، تناول جزئي وتناول في تتابع للأحداث اليومية. لكن عشان الناس برضو تبقى فاهمة وعارفة، لأنه أنا مش مع حالة التهليل الإنشائية للي حاصل، ولكن أنا مع حالة الفهم. إحنا قدام زيارة ناجحة جدا بكل المقاييس قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة، قابل رؤساء دول، قابل مسؤولين كبار في الدول، قابل رؤساء شركات عملاقة، قابل رجال أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. كان في قمم عامة حضرها زي قمة نيلسون مانديلا للسلام وقمة 77 زائد الصين، والتقى ب يعني طرفين مهمين جدا في عشان القضية الفلسطينية، الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ثم كان في كلمته التي ألقاها واضحا وصريحا ومتجليا الحقيقة في إظهار ثوابت ومواقف مصر. هنا عشان حضرتك تبقى مدرك أهمية هذه الزيارة وما قام به الرئيس، وهتعود علينا ايه، يعني هتعود علينا بايه هذه الزيارة، احنا بنقراها من ثلاث مسارات. المسار الاول هو المسار السياسي، مسار الامني، المسار الاقتصادي. لانه الاربع ايام اللي الرئيس قعد فيهم، فيعني عمل اكتر يمكن من 22 لقاء، وعمل حضر عدد من القمم العامة دي، يا جماعة مش زيارة ترفيهية او حتى مش زيارة بروتوكولية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت بتلتقي بناس في مصالح مشتركة بينك وبينهم، في خلافات في بعض الملفات فبتوضحها، في كمان انك بتشرح للعالم عبر تواجدك في مجتمع دولي، بتقول لهم انا مين وبعمل ايه ووصلت لحد فين. عايز اقول لحضراتكم ان وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الايام في الامم المتحده بيوفر مجهود كبير جدا. الناس بتطالب الاعلام وبتطالب الدوله وبتطالب الخارجيه وبتطالب هيئه العامه للاستعلامات، يقولوا لهم يا جماعه وضحوا صوره مصر في الخارج. انت بتتكلم هنا قدام رئيس يتحدث قدام المجتمع الدولي، وهذه الاجتماعات تتابعها وسائل الاعلام العالميه. وزي ما قلت هنا بتتجلى برضو الصفة التي أطلقتها على عبد الفتاح السيسي بأنه المتحدث الرسمي باسم مصر. فهنا هندخل كم مسار، ثلاث مسارات. المسار السياسي، ما الذي ربحته مصر سياسيا من وجود عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة؟ إيه اللي هيرجع على الناس في ملفاتها الأساسية؟ ويمكن يكون يعني خير من يحدثنا عن ذلك هو الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية. يا دكتور أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتور محمد، اتفضل. احنا يا فندم عاملين ثلاث مسارات لتقييم زيارة الرئيس ومشاركة الرئيس في الدورة 73 للجمعية العامة. معانا المسار السياسي، لما أسأل كمواطن أنا استفدت إيه بوجود الرئيس ومشاركته سياسية؟ هو بالتأكيد طبعا في جزء متعلق بأداء الدولة في المجال السياسي، أداء الدولة العام وفق السياسات العامة الموضوعة. بطبيعة الحال بيبقى هذا الحضور من السيد الرئيس شرح للمنظومة الدولية، لتحدث أمامها السيد الرئيس بطبيعة الحال حول المواقف والتوجهات المصرية في عام كامل، يعني في عام كامل وليس قبل أو بعد. فبالتالي الإطار الزمني اللي تحدث فيه السيد الرئيس خلال عام كامل من الإنجازات التي تجري على أرض مصر، وبطبيعة الحال بيبقى فيه شرح مباشر لهذا. لكن كلمة السيد الرئيس ربما والقواسم المشتركة بين كل الكلمات اللي يعني شارك السيد الرئيس فيها وطبعا تحدث فيها،
هو التأكيد على الحالة المصرية، والحالة المصرية في هذا التوقيت هي حالة أمنية سياسية، وبطبيعة الحال فيها جزء اقتصاد واستثمار. بمعنى إنه يعني أنا عجبني يعني كلام حضرتك بخصوص المتحدث الرسمي أنه الرئيس، وبطبيعة الحال نحن أستاذ الدكتور محمد بنعتمد على شخص الرئيس في صنع السياسات العامة في مصر، وجزء منه مرتبط بالسياسات الخارجية. يعني الدبلوماسية الرئاسية كما تعلم حلت كثير من الإشكاليات التي واجهت صحيح الدولة في سنوات ماضية، ونجح الرئيس السيسي بمهارة كبيرة للأمانة، سواء في اتجاه الاستدارة شرقا في دبلوماسية الشرق، أو في خلق مناطق نفوذ جديدة للسياسة المصرية خارج نطاقها التقليدي. صحيح، وفي دبلوماسية الجنوب إذا جاز التعبير مع العمق الإفريقي. بالتأكيد طبعا، وفي منطقة يعني المتوسط حيث المصالح المصرية، واليوم في آسيا الوسطى التحرك الكبير، وسيكون بطبيعة الحال خلال الفترة المقبلة أيضا العودة إلى يعني تركيز العلاقات مع دول الشرق وعلى رأسها روسيا. هذه الاستدارة في العلاقات بطبيعة الحال بتنقل صورة جيدة للعلاقات مع مصر، وتوضح مواقف السياسة المصرية. والدبلوماسية الرئاسية وشخص الرئيس يعني مكن أجهزة الدولة من القيام بمتابعات وملاحقات وراء السيد الرئيس في يعني إتمام بعض المشروعات، إتمام مذكرات التفاهم، صور التعاون المختلفة. لكن سيكون أي عائد للسياسة الحركة السياسية الخارجية سواء من قبل السيد الرئيس أو مؤسسات الدولة، بطبيعة الحال المستهدف الأول والأخير هو المواطن الدكتور محمد. بمعنى أنه المواطن في النهاية يتوقع أن حركة السيد الرئيس ومجالسته لعدد كبير من رجال المال والأعمال زي ما حضرتك شفت في أمريكا، والإشادات الكبيرة من أشخاص لا يعرفون أنصاف حلول وأشباه خيارات. بالظبط، مش هيجاملوا يعني. لا توجد مجاملات، فبالتالي وهم من هم يعني مجموعات اقتصادية كبيرة وشخصيات بارزة نعلم تاريخها جيدا. الإشادة بالاقتصاد الوطني في هذا التوقيت اللي مصر فيه بتشهد تحول سياسي واقتصادي مهم جدا، لأنه هي القضية ليست شهادات حسن سير وسلوك بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني، لكن فيها ارتباط بطبيعة الحال بأي عمل وإنجاز لأجهزة ومؤسسات الدولة اللي هي طبعا بتؤدي دورها في إطار ما يعرف باسم السياسات العامة. المواطن سيشعر بحجم الإنجاز في الفترة المقبلة وفق للتقديرات الاقتصادية خلال عدة أشهر. يعني أنا أخوض في تقارير عديدة، بالظبط هذه التقارير الاقتصادية ملخصها ما حضرتك تابعناه خلال الفترة الأخيرة، إنه خلال من 6 إلى 7 أشهر يعني هيكون هناك شعور مباشر للمواطن بحجم التغيير الذي طرأ ليه. هيكون ده متمثل في مجالات معينة، يعني القوة الشرائية للجنيه المصري، حالة الاستقرار الاقتصادي، تدوير رؤوس الأموال الوطنية الداخلية. يعني في إجراءات كثيرة جدا الدولة بتعملها سيكون عائدها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سينعكس على حياة المواطن. يعني بعيد بقى عن الأرقام والمؤشرات و النسب التشغيل والإنفاق وغيره، هذه دي أمور طبعا معقدة للغاية دكتور محمد. صحيح. طب يا دكتور، عايز أسأل حضرتك على نقطة مهمة جدا، وهي في عمق الملفات التي تباشرها وتعمل عليه، وهو موقعية القضية الفلسطينية عبر كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة، وما تم قبلها في لقائه بترامب، وما تم بعدها في لقائه بنتنياهو. يعني أنا أعتقد إنه في ارتباط مباشر بين الثلاث مسارات المختلفة اللي إحنا بنتحرك فيها. الموقف المصري كما تعلم موقف ثابت ومتبقى. صحيح، وموقف لم يتغير. يعني الرئيس أكد على فكرة حل الدولتين، وأن القدس وليس أي منطقة أخرى هي عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، وهذا طبعا تم طرحه على مرمى ومسمع كل الأطراف التي حضرت وشاركت. وخلينا أقول ربما انفرد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا عن دونه من عديد من الزعماء، مش عايز أقول العرب والإقليميين، في التركيز على الملف الفلسطيني بهذه الصورة والتأكيد عليها، في إشارة مهمة لا تغيب عن القيادة السياسية المصرية في هذا التوقيت، خصوصا ونحن نستشعر الخطر طبعا على الملف الفلسطيني بكل تفاصيله. صحيح. تم طرحه مع الرئيس الأمريكي، طبعا يختلف تماما عما يطرحه الجانب الامريكي، لكن اردنا ان نذكر الاداره الامريكيه ان الموقف المصري موقف واضح ويقوم على فكره حل الدولتين،
وطبعا لو حضرتك بتعمل تحليل مضمون لكلمة الرئيس الأمريكي نفسه ستجده تطرق إلى هذا، تطرق لفكرة خيار الدولتين. إذا اتفق الفريقي المفاوضين بعد مفاوضات مباشرة بين الجانبين فالإدارة الأمريكية لن تعترض، وبناء عليه طب هل ده يا فندم سمع بعد كده لدى حضرتك على هامش التصريح اللي قاله نتنياهو بأنه يوافق على إقامة دولة فلسطينية بشرط أن تكون منزوعة السلاح؟ هل ده مقبول؟ يعني شوف يا دكتور، هو نتنياهو في آخر ما قول له على فكرة حل الدولتين كان قد حدث في جامعة بار إيلان وهي من كبرى الجامعات في إسرائيل فكرة حل الدولتين، فليس جديدا أن يطرحه، لكن الجديد هو أنه يطرحه في الأمم المتحدة بمشاركته دي. فطبعا ده ليس مجرد، يعني لا نريد أن نتعامل مع تصريح وأنا أرى أنه تصريح سطحي، إنما نحن نتعامل بطبيعة الحال مع تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. شكل الدولة ومهامها وصلاحياتها وحدودها محل تفاوض، فإذا دخل الطرفين في تفاوض فلا يمكن أن يكون الأمر متعلق بقى بسياسة خارجية أو عدم وجود جيش أو قوات شرطة فقط أو نزع سلاح الدولة الفلسطينية. من حيث المعنى والجوهر، الكلمة الدولة في الأدبيات العلوم السياسية كما تعلم حضرتك الدولة يعني دولة، الدولة لا هي الدولة بالضبط، يعني الدولة هي الدولة في السياق، فبالتالي الحديث هنا عن إلا إذا كان نتنياهو قرر بقى أنه يغير لكم أبجديات العلوم السياسية، يعني ده شيء آخر. دي حاجة تانية يعني. لكن هو قال أنها دولة، والدولة لها دلالات ولها معاني، وطبعا طبيعة الحال لها أركان وركائز يمكن أن القيام، لكن الأساس يا دكتور أن هذا الأمر سيأتي محل تفاوض بين الجانبين، الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. فإذا دخل في مفاوضات وانتهى بفكرة حل الدولتين أيا كان شكل الدولتين فده مهم. ليه؟ لأنه كان هناك طرح بعد فكرة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل أنه نعمل دولة واحدة، دولة ثنائية القومية، أو دولة متعددة القوميات، أو دولة ديمقراطية علمانية، يعني في صيغ كثيرة قوي طرحت، صحيح 7 صيغ معينة إن حضرتك اقبل بأي صيغة فيها من دول ونبدأ التفاوض، لكن العودة إلى فكرة حل الدولتين هو أساس التحرك المصري اللي ركز عليه السيد الرئيس. هنا نقدر نحسب نقطة للسياسة الخارجية المصرية ولدبلوماسية الرئيس، انه بعد ما كانت الامور مستقرة بدأت تتحرك تاني ناحية حل الدولتين ايا كان شكل بقى الدولتين. بالتأكيد طبعا، وطبعا تحرك السيد الرئيس بصورة مباشرة ومع الاطراف المعنية، الجانب الفلسطيني، الجانب الاسرائيلي، الجانب الامريكي، يعيد يعني التأكيد على دور مصر المباشر. لا اريد ان استبق الاحداث، المناخ مهيئ الآن لقيام وساطة مصرية بين الأطراف المعنية، خصوصا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. صحيح، المصري هو المهيئ، وأنا أظن أن الإدارة الأمريكية ستسعى في الفترة المقبلة لإيجاد دور كبير وهو موجود بالفعل للمصريين في هذا الملف، لأنه الإدارة الأمريكية عجزت عن إدخال الجانب الأردني وفشل الجانب الأردني في هذه المهمة، فلم يعد سوى الدولة الكبيرة صاحبة الخبرة الطويلة وهي مصر السياسية المصرية. لهذا أنا أعتقد أنه لقاء السيد الرئيس بنتنياهو رسالة مهمة، وهي محاولة جر الجانب الإسرائيلي للدخول في مفاوضات. طبعا الإدارة الأمريكية تريد هذه المفاوضات في هذا التوقيت وتريد استئناف الاتصالات، لكن الرئيس أبو مازن كما تعلم صعد إلى صحيح الشجرة، فإذا كان سيهبط من أعلى هذه الشجرة فعلينا أن نقترب. مصر تطرح رؤيتها في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وأنا أعتقد أن الرئيس السيسي قدم فرصة ذهبية لكل الأطراف، صحيح الأمريكي ولرئيس الوزراء ولأبو مازن. صحيح، يعني إحنا علينا هذا الإطار، يعني علينا الآن أن ننتظر يا فندم ما تسفر عنه الأحداث. بالتأكيد. انا بشكر حضرتك دائما على اضافاتك واضاءاتك في هذا الملف، دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه في الجامعه الامريكيه. طيب ده الملف السياسي، ينقلنا على طول الى الملف، اذا جاز التعبير ان نطلق عليه الملف الامن، لانه قضايا الارهاب ومواجهته
والخبرة المصرية في الحرب على الإرهاب كانت حاضرة أيضا في اجتماعات الرئيس مع نظرائه والمسؤولين في العالم. ويمكن تكون هنا إضافة مهمة من الباحث والخبير الأمني العميد خالد أوكاشة، أهلا بك يا فندم. حضرتك والسادة المشاهدين يا فندم، أهلا بيك. يعني كيف قرأت الملف الأمني وملف الحديث عن الإرهاب في زيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة؟ يعني الحياة كالعادة وكعادة الخطابات الرئاسية، يعني الحياة تقابلنا مع رؤية شديدة الأهمية من السيد الرئيس طرحها في خطابه الرئيسي والمعلن، وأعتقد أنه كان شيئا مقصودا أن يكون الحديث بهذه الدرجة من الأهمية متضمنا للحديث الذي كان يوجه إلى مسامع العالم كله وإلى قيادات العالم وإلى منظومة العمل داخل منظمة الأمم المتحدة. يعني أنا أشوف أن هذا الأمر لم يأتي عفويا رغم اللقاءات العديدة اللي أجراها السيد الرئيس على هامش هذه الزيارة، اللقاءات الثنائية، لقاءات موسعة في أكثر من فعالية، لكن يبقى الخطاب الرئاسي أمام الجمعية العامة هو أراء الأرفع مستوى والأكثر أهمية. هناك نقطتين شديدة الأهمية تم طرحهم فيما يخص الملف الأمني. النقطة الأولى كانت موجهة تجاه الحديث حول إصلاح منظومة العمل صحيح داخل منظمة الأمم المتحدة، وكان الإشارة في الجهة الأمنية حول هذا المطلب العالمي والذي كان يتحدث السيد الرئيس فيه ليس بلسانا مصريا ولا يحمل هما مصريا فقط، ولكن كان يتحدث في هذه النقطة بلسان المجتمع الدولي بنسبة غالبة. كثير من دول العالم، من شعوب العالم، مساحة هائلة من الرأي العام تضع كثير من التحفظات. السيد الرئيس كان يحمل هذا على عاتقه وضمنها في حديثه عندما تحدث عن أن كيف يمكن الحديث عن إصلاح منظومة العمل الدولي وهناك مشروع الدولة الوطنية بالأساس هو مهدد بل وأصبح على المحك في كثير من دول العالم، ووضع ثلاث نقاط أو ثلاث مناطق كبؤر شديدة الخطورة وهي سوريا، ليبيا، اليمن. مثلث به قدر عالي جدا من المشكلات العميقة التي تهدد فعليا مشروع الدولة الوطنية. فإن كان هذا المشروع على هذا المحك، إذن كيف نتحدث عن الإصلاح؟ فضرورة مواجهة هذا التهديد من خلال صياغة آليات جديدة لإنقاذ مشروعات الدولة الوطنية وترميمها وتقديم يد المساعدة ليها، لأنها هي مفتاح رئيسي للسلم والأمن على مستوى المنطقة بل وعلى مستوى العالم كله. دي النقطة الأولانية. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، عندما تطرق الرئيس عن نقل التجربة المصرية إلى المجتمع الدولي، قال الحقيقة جزئية أيضا شديدة الإيجاز لكنها شديدة الوضوح، وفكك ظاهرة الإرهاب بصورة بارعة للغاية عندما تحدث عن سيناء 2018 ونتائجها كأكبر عملية لمكافحة الإرهاب ربما تتم على الأراضي المصرية إن لم تكن على مستوى العالم أو على مستوى الإقليم. أشار إلى أن نتائج العملية سيناء 2018 واللي مصر تلقت عليها ثناء متزايد ومتكرر في أكثر من محفل دولي وفي أكثر من لقاء تم ذكرهم في الأمم المتحدة وعلى هامش المؤتمر. السيد الرئيس قال لهم على أربع نقاط الحقيقة مهمين جدا. قال لهم نتائج سيناء 2018 تمثلت في أن حجم التمويل وحجم التسليح ووسائل الاتصال وانتقال المقاتلين ما بين الساحات بعضها وبعض، الأربعة دول الحقيقة الأجهزة والمؤسسات المصرية وجدت إنما وضعت يدها عليه كنتائج لعملية سيناء 2018 تجعل من الضروري أن يكون هناك منظومة تعاون دولي في مكافحة الإرهاب. الأربع عناوين دول تفكيك في غاية الأهمية بيقوم به الرئيس المصري أمام المجتمع الدولي. أربع عناصر هم العناصر الرئيسية فعلياً لظاهرة النشاط الإرهابي المسلح على مستوى العالم كله. مصر بتقدم والرئيس بيشير بوضوح لأن التجربة المصرية كشفت إن النتائج ديت وتفاقم
هذه العناصر الأربعة من الضروري على المجتمع الدولي أن يتقدم بحلول تشاركية على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب، وإلا ستبقى ساحات أخرى معرضة للتهديد ومعرضة للخطر، وده من أهم نتائج العملية سيناء 2018. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث الكبير خبير الأمني العميد خالد عكاشة على هذه الإضافة. هينقلنا المحور أو المسار الأمني إلى المسار الاقتصادي، ويمكن حضراتكم شفتوا الدكتور طارق فهمي لما جينا بنسأله عن السياسة فدخل كمان شوية في الاقتصاد، لأنه الحقيقة الثلاث مسارات متشابكة وما نقدرش نفصل مسار عن الآخر. طيب في الاقتصاد، وده ممكن يبقى هام من ناس كتير جدا، لأنه اقتصاد كلام في برنامج الإصلاح، برنامج كلام في فرص للاستثمار اللي حصلت، كلام عن الجذب للمستثمرين، والرئيس عقد أكتر من جلسة في هذا الإطار على هامش تواجده في الأمم المتحدة. خليني أسمع من دكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني قراءة حضرتك لي إذا جاز التعبير العائد الاقتصادي من مشاركة الرئيس في الدورة 73 للأمم المتحدة، يعني قراءتك كيف تبدو؟ خليني أبتدي من النتيجة. اتفضلي. هناك وفد كبير من رجال الأعمال والشركات الأمريكية الكبرى هيجي مصر في أكتوبر، هيتقابل مع غرفة التجارة الأمريكية يوم 24 و25 وأخترتنا الغرفة علشان يبتدوا يدرسوا إمكانية وفرص الاستثمار في مصر. تمام. دي النتيجة. يعني لما أجي أقول هل الرحلة كانت موفقة؟ أقول لك طبعا، لأن النتيجة إن أدي العدد الهائل من رجال الأعمال اللي جاي بقى بنفسه من آخر الكرة الأرضية علشان يفعل نتيجة المقابلات اللي تمت مع السيد الرئيس. أهمية وجود السيد الرئيس المرة دي إنه يتكلم في الموضوع ده، إنه الحقيقة إحنا ما رحناش نقول زي ما قال من السيد الرئيس من 30/3 إحنا حنعمل وحنصلح وحنوضح. لا، إحنا رحنا قلنا إحنا عملنا كذا، وشهدت معانا مؤسسات دولية زي صندوق النقد الدولي وزي البنك الدولي وزي موديز وستاندرد اند بورز وكل هذه المؤسسات. ولذلك الزيارة المرة دي مختلفة، مش الزيارة بنقول لهم احنا هنصلح امورنا وتعالوا، ونتيجة الزيارة عشان كده انا بدأت من الاخر انه في وفد. بالظبط بالظبط. لما يجي وفد، وانا عايز اقول لحضرتك وبرضو اكيد ناس كتير من السادة المستمعين عارفين، الشركات الكبيرة دي في منها شركات ميزانياتها اكبر من الدول. صحيح. دي مش شركات شركة صغيرة كده زي بتوعنا، لا. دي شركات لما بتتحرك، دي دول بتتحرك بموازنات كبيرة جدا، باستثمارات ضخمة، بتكنولوجيا. فالحمد لله أنا بكرر، نتيجة نجاح الزيارة هو إن شاء الله زيارة الوفد الكبير ده، ونتيجتها كمان الشركات الأمريكية اللي قالت في حديثة للسيد الرئيس، شركات قائمة قالت إحنا هنتوسع، وشركات جديده قالت احنا هننزل نشوف فرص الاستثمار. تمام. الحمد لله هذه الزياره كانت ناجحه باذن، يعني تمام، نجاح واضح. طيب هسال حضرتك لما اشرتي قلتي انه المره دي احنا بنتكلم على ما انجزناه، مش زي السنتين فاتوا كنا بنقول احنا هنعمل كذا. تقييم حضرتك للخطاب الاقتصادي الرسمي، يعني لما كنت متابعه الرئيس وهو بيتكلم مع رجال الأعمال وبيحكي لهم وبيقول لهم إحنا عملنا، يعني كيف يبدو بالنسبة لحضرتك خطاب مصر الاقتصادي الرسمي الموجه للعالم؟ حضرتك أنا طول عمري عملت في تمويل الاستثمار. والاستثمار مش قصص، ولا الاقتصاد مش قصص وروايات. الاقتصاد مؤشرات وأرقام ونتائج. صحيح. السيد الرئيس لما كان بيتكلم بأرقام ونتائج ومؤشرات. تعال نقارن مؤتمر 2015 اللي اتعمل في مصر. كان مارس. كل العالم دي صحيح، بس كل واحد قام اتكلم حاطين لنا قائمة طويلة كده، ولو ابتديت أنا مثلا بأمريكا جون كيري قال لك حربوا الفساد والبيروقراطية والإرهاب وغيروا قوانين ونظموا، يعني وعايزين طاقة وعايزين بترول وعايزين طرق.
رسه طويله قوي. هو والاوروبيين والصين كلهم. النهارده انت رحت وبتقول له كل الكلام ده تم. فما فيش بقى الا انك بتتحرك الخطوه اللي هي زي ما قلت حياتك بقى على الارض. هقول لحضرتك كمان اهميه كلمه قالتها كريستين لاجارد اللي هي مدير عام الصندوق. قالت مصر نجحت في التحكم وفي اداء هايل على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي. هي جاهزه دلوقتي بقى للاستثمار المباشر. برضه اوضح ببساطه يعني ايه؟ يعني احنا على مستوى الاقتصاد الكلي التضخم والبطاله والعجز الموازنه وحجم الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات، كل ده اشتغلنا عليه كويس قوي. استقرار العمله، يعني انا عايز اقول لحضرتك مش مهم الدولار بكام، المهم انه مستقر. وده اللي شهدت بيه المؤسسات العالميه، قالت لك المستقبل ايجابي ومستقر. قالت لك مصر بقى النهارده، وقال كده البنك الدولي، جاهزه لاستقبال الاستثمار على مستوى الاقتصاد الجزئي او الحقيقي اللي هو بقى الصناعه والزراعه والتعدين. فدي شهادات مش بسيطه لما تقولها مؤسسات عالميه، لان المؤسسات دي ليها مصداقيه عند الشركات الضخمه اللي بقول لحضرتك اكبر من الدول. صحيح. ما تقدرش السيده زي دي تقوم تقول كلام انسى. وما بيقولوش كلام، وما بيقولوش كلام فيه مجاملات. لا ويجاملونا ليه؟ لا خالص. دي ست بتتكلم العالم كله، وهي مسؤوله قدام الناس اللي بتتكلم قدامهم. فانا بكرر ان انا بدات من الاخر، نجاح الزياره هي في الوفد الضخم. صحيح. هيجي في اكتوبر ان شاء الله وتبقى نتائج الزياره ايجابيه، ونسمع بقى على استثمارات على الارض باذن الله. اشكرك جدا دكتوره بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيره الاقتصاديه. الحرص على استعراض الزيارة من الجوانب الثلاثة عشان نأكد على مجموعة من الرسائل، ان هناك مكاسب واضحة وملموسة. بس انا همسك في اخر حاجة قالتها دكتورة بسنت فهمي، انه احنا يا جماعة الناس اللي كانت قاعدة بتتساءل هو انتوا بتبنوا ليه، بتعملوا طرق ليه، بتعملوا كباري ليه، بتعملوا محطات كهرباء ليه، الاكتشافات لان العالم هنا مش هيجي يساعدك وانت ضعيف. يعني في 2015 فعلا المؤتمر الاقتصادي في 2015 اللي هو كان في مارس 2015، كل دول العالم كانت موجودة، وكانت موجودة جاية تتكلم تشوف البلد اللي عاملة مؤتمر اقتصادي دي وبتدعو للاستثمار. فانت كنت تقريبا اقرب الى الجثة الهامدة. لما تيجي تبص من 2015 ل 2018 انك عملت على الارض ما يجذب، او بلاش ما يجذب، انك لما تيجي تقول يا جماعه تعالوا استثمروا عندنا، تعالوا اعملوا مشروعات عندنا، تعالوا اعملوا مصانع واعملوا شركات و الى اخره، فالناس تلاقي بلد جاهزه في امن، في استقرار، في بنيه يعني اساسيه، في بنيه تحتيه قويه. ده كله مهم جدا للاستثمار. كانت 3 سنين اللي فاتوا الحكومه الحقيقه والنظام والدوله تعرضوا الى نوع من الجلد المباشر والمستمر. لكن النهاردة هو وإحنا بنتكلم بشكل عفوي جدا، يعني بنقرأ نتائج هذه الزيارة فالناس بيقولوا لنا لا على المستوى السياسي. ودي نقطة مهمة جدا جدا، أنه بعد ما أن استقرت أمريكا وإسرائيل على خلاص السفارة اتنقلت للقدس وما عادش في قضية فلسطينية، وكأننا أمام نفخة في روح القضية الفلسطينية مرة أخرى بتحرك مصر، فالناس بيتكلموا عن حل دولتين. أيا كان تصورات عن حل الدولتين، بس أنت رجعتهم وكأنه الدبلوماسية الرئيس رجعتهم تاني يعني مترين تلاتة أربعة ورا بعد ما كانوا خدونا في اتجاه معين. المستوى الأمني أنك بقى عندك تجربة، العالم سابك تحارب الإرهاب لوحدك، مش مصدقك أو متآمر عليك أو عاوز يحقق أهداف معينة عندك، فأنت تقول لهم عندنا إرهاب والعالم يتعامل معاك يقول لك لا، أصل مرة يقول لك دي معارضة، ومرة يقول لك ده عنف متبادل، مرة يقول لك ده مش عارف ده قمع من الدولة للمعارضين، قاعد يهزي العالم حوالينا بحاجات إلا قليلا طبعا، لأنه في ناس ساهمت وساعدت مصر في ده، لكن أنت خدت حرب الإرهاب كاملة بمفردك، بقى عندك تجربة تقدر تقول للعالم انت عملت ايه وحققت نتائج ايه، وتنصح العالم ببساطة بناء على هذه الخبرة لو مش عاوزين الارهاب يتمكن ويفترس دولكم بصوا للتجربة المصرية. ده تجربة
ايضا تقدمها للعالم في الاصلاح وتقول له تعالى فتستقبل رؤوس الاموال وتستقبل الاستثمارات، عشان ببساطه شديده جدا لا يوجد مستقبل دون عمل ودون انتاج ودون استثمار. فيعني شكرا لكل من ساهم في هذه الزياره حتى تكون على هذه النتيجه. الحقيقه واحنا بنتكلم عرضنا، كنا بنعرض لحضراتكم صور كل اللقاءات الثنائيه اللي عملها الرئيس، كنا بنعرض صور القمم المتتاليه التي حضرها في من كلمته كمان في امام الجمعيه العامه، وهي كلمه الحقيقه من اقوى الكلمات التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي امام الامم المتحده خلال السنوات الخمس التي شارك فيها في اعمال الجمعيه العامه.